بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. توضيح بس مهم علشان في ناس كتيره جدا فهمت مباراه تونس وسوريا بطريقه خاطئه، وفهمت الكلام اللي انا قلته على ان هو عنصريه ومستخسر. فول مبروك يا زلمه للاخوه السوريين، يا عم الف مبروك للاخوه السوريين اللي على راسنا كلنا. ومعلش يعني لو غلطت في الهدف الثاني ومحمد العنيزي ولا محمد عثمان، لان انا بتفرج وبتابع على سوفا سكور، وسوفا سكور ساعات بيشلوحني وبيجيب لي اسامي لعيبه غلط، وعملها معايا في ماتشات منتخب المغرب، وعملها معايا في ماتشات منتخب الجزائر، وكنت بنطق اسامي لعيبه بطريقه خاطئه. وخلاص قررت ان انا مش هنقل اي حاجه ثاني من سوفا سكور، وهدور على اي برنامج غير سوفا سكور. ده معلم اعتذار بخصوص لو انت فاهم موضوع ان انا عنصري ضد السوريين، لان بص كلمه العنصريه كبيره جدا على ان انت تحطها في واحد بيتكلم في الكوره. لا انا مش عنصري على منتخب سوريا، بالعكس تماما، انا راجل واقعي وعارف ان انا مكون البطوله دي وجود منتخب مصر وجود منتخب الجزائر وجود منتخب المغرب وجود منتخب تونس، وهم عرب افريقيا. ليه؟ لان الكوره عندنا مختلفه عن الكوره عند عرب اسيا، الموضوع مختلف تماما. الموضوع بتاع رتم الكوره في افريقيا او في عرب افريقيا اعلى بكتير، المهارات الفرديه اعلى بكتير، قوة الشخصية أعلى بكتير بالنسبة للمنتخبات دي. فأنت لما تيجي تتكلم معايا إن أنا واقف ضد منتخب سوريا، لا أنا مش واقف ضد منتخب سوريا، بالعكس منتخب تونس جاي ياخد ثقة في البطولة، فمفترض إن منتخب تونس هو اللي يقدر يكسب المباراة. وبالمناسبة لو قعدت تبص على الجيم هتلاقي إن منتخب سوريا سرق الماتش، منتخب سوريا نزل عمل زون راح بكورتين سجلهم، فمش منتخب سوريا عمل إبداع ولا إنجازات قدام منتخب تونس، وده معناه إن كفة تونس كانت أقوى بكتير جدا. فدي حاجة كنت حابب إن أنا أوضحها. أما موضوع الجزائر والمغرب، بص يا جماعه انا ماليش دعوه بالسياسه، انا ماليش دعوه احنا عايشين هنا في مصر اساسا تحت قاعده واحده بس، ماليش دعوه بالسياسه. فانا مش هسيب السياسه عند بلدي وراح اتفرج على السياسه ما بين الجزائريين والمغاربه، بنتكلم فيها 7000 مره. احنا بنيجي نتكلم ككره بس، ككره بس. على فكره في ناس كتيره جدا بدات تحب الجزائر والمغرب، عشان بيجيبوا مشاهدات، علشان بيجيبوا مشاهدات وبيجيبوا مشتركين كمان. انا واحد عن نفسي القناه بتاعتي ما كبرتش غير بوجود الاخوه المغاربه وكلام على الاخوه المغاربه وكلام على الاخوه الجزائريين. بس في شقين، شق انك تتكلم بما يرضي الله وانت شفت ايه في الماتش، وشق تاني انه يطلع يتكلم ان الجزائر عملت جيم عظيم والمغرب عملت جيم عظيم وهم كانوا سيئين. يعني انا اغلب الكلام بتاعي على منتخب المغرب كنت بخبط في وحيد خليلزوتش وكنت بخبط في اداره المنتخب المغربي، ومع ذلك الاخوه المغاربه كانوا بيتقبلوا الكلام عادي جدا. اما الاخوه الجزائريين فمجرد انك تمس بس المنتخب الجزائري سواء بخير او شر يبقى انت جاي عايز تدور على المشاهدات. بص هو مفيش حد في يوتيوب ما بيدورش على مشاهدات، بس مشاهدات بقى بأنهي طريقه؟ هيكدب عليك وينفق عليك ولا هيقول لك اللي هو شايفه؟ يعني انا متاكد ان اغلب الناس اللي اتفرجت على ماتش الجزائر ولبنان امبارح، المصريين اللي اغلبهم بيطلعوا يعملوا رياكت على المنتخب الجزائري وعلى اداء المنتخب الجزائري، لا يجرؤوا ان هم يقول لك مجيد بوجر اخطا، لا يجرؤوا ان هم يعملوا كده. ليه؟ لان هم بيحبوا السيفتي ان هم يقولوا كل حاجه جميله، كل حاجه لذيذه، الحياه حلوه، الحياه في اللذاذه، الحياه ممتعه. الكلام ده بيجيب صريخ مشاهدات وبيجيب صريخ مشتركين، بس انا بحب امشي في الطريق ده. انا من ساعه ما عملت القناه دي وانا عمال اخبط في الاهلي والزمالك وموسيماني وكالترون ورؤساء الانديه ومش عاجبني حاجه، لا مؤاخذه. فانا لما باجي اتكلم على حاجه بتكلم على حاجه اللي شفتها، وفكره ان انا بتكلم بسرعه دي لان انا برضو هقول للمره المية، يمكن تكون حاجه غير مهنيه مني ان انا ما بكتبش سكريبتات، بس انا بشوف ان عالم كره القدم ابسط بكتير من انك تقعد تكتب فيه سكريبتات لماتشات وتطلع عباره عن رايتر، تطلع تقرا اللي انت كاتبه خلاص. لا الموضوع مش كده، الموضوع ممتع لما في حاجات بتطلع منك لايف، وبعد ما اللايف ما يخلص تقعد تقول وانا قلت الحاجات دي ازاي. هي المتعه كده، المتعه ان بيبقى في حاجات لحظيه، هي القصه كده والقصه رايحه كده. يا جماعه نبعد عن مشاكلنا السياسيه ونقعد نفكر شويه، هل كاس العرب بدون منتخبات عرب افريقيا كان هيكون فيها نسبه المشاهدات العاليه اللي موجوده دلوقتي؟ ده سؤال بتمنى ان الاخوه اللي بيتهمونا ان احنا عنصريين وبنتكلم على عرب افريقيا بس يطلعوا يردوا. هل البطوله كانت تبقى بالقوه الحاليه لولا مشاركه عرب افريقيا؟ الاجابه ليكم. وانت بتجاوب معلش اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش نوعيه الفيديوهات دي فبراحتك انزل اشتم في الكومنتات قول اللي انت عايزه.